كم كان عمركم في 2016؟ انا كان عمري 18 وكنت اول سنه جامعه، واتذكر ان ميك ابي قبل كان وايد غير من ناحيه الرموش، الحواجب، الفاونديشن، كونتور، او ماي جاد، وايد اشياء. انا تيما، واليوم بسوي ترند اني اسوي نص وجهي ميك اب 2016، نص وجهي ميك اب 2024. خلينا نشوف شو تغير من الترندات وكيف طريقة مكياجي تغيرت. بس قبل لا نبدأ لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وكومنت، اكتبوا لي تحت شو الترندات اللي تولهتوا عليها وشو الترندات اللي قلتوا الحمد لله انها خلاص وموجودة. Anyway, let's get to the video. اوكي، قبل لا نبدأ احس بخوز القصة عن وجهي. اول شيء بسوي خط من النص شي وبسوي هاي سايد 2016 هاي سايد 2024 ويا رب ما انسى. I'm so nervous ان ارد ذكريات الماضي، لانه يعني كنت قبل اتحرى اذا بشرتي دهنية يعني لازم ما ارطبها، فكنت ما ارطب بشرتي قبل الميك اب. ولكن 2024 it's all about the moisture, it's all about the dewiness. احس شعور غريب اني ما احط على وجهي كامل، تعرفون الانتروسيف ثوتس، احس ابغى اسوي شيء. كل ما اكبر كل ما ابدا اجف نفس الزبيب، يعني احس اني محتاج يعني ما ادري، احس قبل ما كنت ارطب كيلي. يا الله لا، الحين اذا ما رطبت ايدي كانت اوكي. الحين ني حق البرايمر، الشيء الوحيد اللي ما تغير يا بنات وانا صادقه في كلامي، انا استعمل برايمر بروفيشنال من 10 سنين ما استغنى عنه، فبنحطه على الصوبين. نحطه، تعرفون كنت أعاني قبل إن أي شيء أحطه على وجهي أحس إنه خشمي دهن. When I discovered this, let me tell you when I discovered this. Okay. ني حق البشرة طبعاً وايد أشياء تغيرت وايد يا بنات. قبل كنت أنا يعني من زمان كان فيها أكني، like acne scars. طبعاً قبل كان فيها أكثر. تشوفون بشرتي الحين ترى وايد أحسن. المهم فقبل كنت شوية حرة خلاص. حطي طبقة فاونديشن فول كفرج ويكون غامج وفاونديشن مات، يعني شي اللي جفاف. صح اني ياس اسوي يعني كنت اسوي قبل، بس I don't wanna waste product. المهم بحطه شي بصبعي اول شي، عيبتي كنت وايد احط مع انه وايد داعي. تعرفون احس قبل شو اوكي كان وايد فن انه يعني نسوي وايد لوكات غريبة وجريئة وفانتازية، بس يعني كنت صغيرة وكنت في الجامعة وعندي وقت حق هالاشياء. بس الحين مثلا لو بتمنكش حق الدوام لا حبايبي. تعرفون شو حلو، يمكن استكشف ترند وارد اسوي، وكنت احط تحت عيني كل مكان. انزين عقب شو كونسيلر، كنت احط كونسيلر، كنت متطوره حبايبي من يوم انا كان عمري 13 كنت اسوي هالحركه. كونسيلر غامج جي وهني وهني كنت احط وايد عشان من الشنب يا بنات، الشنب متعب. احس كتمه هني but I do be looking good. بس شوف عمري في المنظره واحس فرق بين هني وهني، هل تغير رأي؟ عقب احط كونسيلر فاتح واحط وايد هاتشي ها عشان نصغر الخشن مع اليبها. كنت اخلص ميك ابي بسرعة عشان شي. I look snatched. I look snatched. ما بطلع الفرق. بس تعرفون ها شو؟ يعني احس حق تصوير مو بنا يعني طلعه. وعقب ما حطينا الكونسيلر الابيض نصير نغطيه بشو؟ بودرة صفرة. ليش؟ بسفنجة بودرة صفراء. الحين سويناه ابيض بنحط عليه شو اصفر. ويعني الترند قبل كان بيكنج، بس انا ما كنت اسوي بيكنج يعني ما اخليه. وبعدين بفرشاة عودة اشل نفس الباودر. هاست سايد 2016، خلنا نسوي 2024 الحين. اول شيء اسويه اي سبوت كونسيل، بدال لا احط فاونديشن ان تشي طبقه على وجهي اخفي الحبوب اللي تشي، عقب احط فاونديشن خفيف. So let's do that together. اخذ كونسيلر نفس لوني، عقب اخذ فرشاه صغيره، اخذ الكونسيلر احطه على الاماكن اللي فيها اثار حبوب. وايد احب كونسيلر كيكلس باي بنفيت حق هذا الشيء بالذات، لان الكونسيلر فول كفرج يوم تحطينه على الحبه الكفرج يعلق، مو بنا يوم تسوي له بلندر وانا يختفي لا.
اخلي الكونسيلر ما اسوي له بلند، وبدال لا احط كونسيلر غامج تحت عيوني استعمل كلر كوركتر، ولكن مو بنفس قبل برتقالي، لا هذا جريب على لون وجهي. بس هني عند وين احس انه احتاج، واحط هني بعد. الحين بستعمل فاونديشن مش فول كفر، تحسونه اتس دوي، وبعدني احط كونسيلر فاتح لانه وايد احب انور وجهي. لكن شو اسوي الحين؟ احط هني واحط هني، يعني تقريبا مو بنا نفس التكنيكس، بس استعمل less product. انا احس انها احلى شيء استوى في 2024، استوى الترند ان تستخدمين منتجات اقل، او ان ما تمزرين وجهك برودكت، لان يوم بتين تشوفين وجهك عن قرب تنصدمين حبيبتي تنصدمين. حق البودرة تقريبا استعمل نفس التكنيك، لكن شو اسوي؟ اخذ السبنج المبلولة واخذ شو؟ باودر شفاف لبنات، اخذ الباودر شي ادمجه تحت عيوني واستعمل كمية وايد اقل. والحين حق الكونتور والشيء اللي ما تغير بعد، لين الحين استعمل هولا برونزر بس بتكنيك غير. طبعا قبل كيف كان التكنيك؟ فرشاة صغيرة ناخذ البرونزر، وهني وايد كنت احط، يا الله كنت احط وين على العظمة. هذا هو كان البرونزر قبل. والحين حق 2024 نفس البرونزر، اخذه بفرشاة واخذ شوية فرشاة كبيرة. وكيف اسوي البرونز؟ شي هني وهني، الفرق هني I look like me بس أحسن، وهني كأني حاطة ميك اب. حق البلاشر طبعا قبل 2016 ما حد كان يحط بلاشر، بس 2024 is all about the blush. It's all about the blush. بستعمل بلاشر ولا وبحط البلاشر في النص عشان أبين. مستحيل. أوه تعالوا نسيت كونتور الخشم. I have to show you contour الخشم مالي قبل كيف والحين كيف. هو البرونزر فرشاة صغيرة، وكان حلو في التصوير، لكن تعالوا شوفوني في الطبيعة حاطين على وجهي ارسم خشم جديد. يعني شوية بس اسوي بلند مو وايد، كنت يعني ان كنا نخلي الخط عادي عادي، بس الحين فلافي برش اخذ شوية. والحين حق الحواجب، يعني 2016 ترند حواجب 2016 الله لا يعود علينا، خطوط مستقيمة. طبعا انا حواجبي الحين يعني وايد ضعاف، انا مضعفتنهم ترى، بس حواجبي اصلا غلاظ، لكن حواجب الغلاظ ما تناسبني ما تناسبني ابدا. ليش شي كنا نسوي يا بنات؟ ها ليش؟ فهاستايد طبعا بكل حزن وألم بسوي ياكم نفس ترند 2016، مشط الحاجب على فوق، حتى قبل ما ادري اذا كنت مشط حواجبي ولا لا، وباخذ بنفيت بوميد اللي كنا نستخدمه. على فكره هو المنتج حلو، لكن طريقه استخدامنا كانت مو بحلوه، يعني انا لين الحين استعمله، بس مثلا بس احط البوميد هني، لكن قبل شو كنت اسوي؟ بغلط حواجبي وياكم الحين، او نسوي فوق تحت عقب ان ندمج، اساس انه طبيعي وايد. يا ربي الكتمه بنات. والحين شو بنسوي؟ بناخذ الكونسيلر مرة ثانية بعد طبقة يا بنات، يعني صدق انا احس بكتمة حاليا، يعني من زمان ما تميكيت شي. لا لا يبي وش اسوي؟ عادي اذا خيستي ولا خربت حواجبك زيدي كونسيلر. كيف اسوي بلند؟ هاللي يقهر انت من زيد طبقات نزيد طبقات، ازاي عقب وين اودي هالكونسيلر كله وين اودي؟ نخليه بعد شو نسوي؟ اخ يلا نسوي الحاجب الثاني 2024. طبعا الفلافي براوز والحواجب الطبيعية الحين ترند الحمد لله، وحس ان ياسين نرد على الحواجب الضعيفة، وهالشي زين بالنسبة لي انا. فاول شي بحط 24 hour brow setter ينشط حواجبي، وبستعمل نفس المنتج بس بطريقة ثانية عشان تشوفون كيف تقدرون تستعملون هالمنتج 2024. باخذ فرشاة اضعف وباخذ منتج اقل، وهني في شي انه you wipe off the product on. احس اني شلقة لان هالصغيرة، احس شي بدوخ بدوخ يا بنات. اوكي نيكست العيون،
I'm so excited. I'm so excited. واضح الحماس. ما أحب أطول في ميك اب العيون. ما أحب. وقبل عاد هات كريس وربوش ولاينر وحالة. طبعا كنت فلسفة لون التقالي ولون أغمج وأغمج أنا وأغمج أنا وأغمج أنا وأغمج أنا. تدرجات تدرجات. ولكن يعني ولين الحين استعمل هالتكنيك بس طبعا بطريقة وايد اسهل. فاول شيء بفرشاة كبيرة كنت اخذ لون انتقالي. حسونا ان تولهتوا على ايام يوم كنا نسوي لوكات عيون شي جريئة وغريبة ولا خلاص يور اوفر ات. مستانسين ان ترند 2024 هو ان شي مينيمال اي ميك اب كل شي خفيف. قولوا لي رايكم في الكومنتس. وبعدين فرشاة اصغر باكر بنخلص الحين. والالوان الترابيه يعني سواء يناسبك ولا ما يناسبك تحطين الوان ترابيه. احس كنت اتمكياج ساعتين اذا بطلع مكان. لا 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 لازم يكون عندي وقت حق المكياج. وبعدين شو بعد كونسيلر بعد طبقه على العين. شو نسوي كات كريس وانا شو تحطينه شيء عقب تشوفين فوق هني تسوين كات كريس. شوفوا شوفوا يوم تشوف سيدة وين الكات كريس أزيد. والله لو مسويها السايد عويه كامل كان خلصت في 10 دقايق. بنفس هاي الفرشاة باخذ لون جلتري وبحط شيها عاد لين ما أخلص هالمساء. والله بحط مسافين قسم بالله كنا متفاجين. Like who has the time to do a cut crease. والله ما عندي وقت لو سايرة عرس ما سوي كات كريس. وخلصنا لا حبايبي نشل بعد اللون الغامج ونسوي بلند زيادة. Not bad. لكن لازم ندمج الأطراف. فناخذ بعد مرة ثانية لون التقالي. بنات خلاص. My day has ended. I think that's enough blending for me. Because if I blend بعد زيادة بيستولي انهيار عصبي. شو بعد كنا نسوي eyeliner. والايلاينر طبعا لازم يكون غليظ. لا ننسى الجلتر. وقبل احس ما يهمنا اي مسكرة نحط لان بنحط رموش. I look so ugly. مو بحلو. اذا لين حيت اسمك جون شي no offense guys but I hate it. بحق الرموش طبعا بنستعمل رموش غليظة. ما اتمسخر يمكن الحين ساعة وما ما خلصت. وانا قبل ما كنت اقص الرموش وكل ما ارمش شي وانا يعورني كل ما ارمش هني. اوكي 2024 Thank God you guys. 2024 is all about ان الميك اب على العيون يكون خفيف بس يحلي العين. فبرايكم كيف انا اسوي ميك اب عيوني الحين. اوه قافيه. سمعتوا القافيه ولا لا؟ اعرف ان ال warm tones ما يناسبوني. احل علي ال cool tones الالوان البارده. فشو اسوي؟ بدال لا استعمل بني وما ادري شو احط لون وردي خفيف على جفني. على ماي كريس. هاي الحركة تعلمتها من الميك اب الكوري. ولكن انا احس اصلا الميك اب الكوري الحين فهالسنة اتس مور بوبيولر. ياسين ناخذ ثريدات من عندهم. That's what I do. بدال نحط تحت هني ننزل تحت. قسم بالله من ميك اب 2016 خيست كل فرش الميك اب. نرد ناخذ اللون الوردي ونحطه تحت العين. نسوي شي لاين صغير بالايلاينر. نسوي الشيء اللي يحلي شكل العين قبل بس حطي وسيري. وبنحط من فوق لكن مو بلاينر غليظ بس شي بنسوي تاب على اللاش لاين. شوفوا كيف هالعين تبين طبيعية. نكست حق المسكرة الحين احس الترند هو ان شي رموش طبيعية ومتفرقة وتبين رموش مو مكش شي. وقبل كنت احط بعد تحت مسكرة تحت العيون على العين كلها هني بس عطرة. والحين حق الهايلايتر. او ماي جاد او ماي جاد. قبل اذا انتي مو بحاطة هايلايتر مو متمكيجة ومنو مكيتش وشو هالميك اب الخايس المات. فبستعمل اليوم كوكي. والحين بنفس الهايلايتر بس شوية وشو نسوي؟ وين نحط الهايلايتر؟ هني so pretty. والحين حق الشفايف يعني قبل كلنا نعرف ليكويد لبستك جاف رمادي. ليش ليش كنا نسوي في عمارنا ليش يا بنات؟ طبعا اول شيء نحط لبلاينر بني ونكبر الشفايف.
وناخذ ليكويد ليبستيك. بنات وايد غريب الشعور. والحين 2024 الحمد لله يعني هذا الترند تغير. ناخذ تنت بعدين نحط من فوقه جلوس في النص. الله يخليكم تشوفوا، شوفوا هالسايد وهالسايد، ما في اي مقارنه بين الاثنين. كان هالمسرحيات اللي يصدوها الصوب حرمه وشي مثلون عقب يصدوها الصوب ريال. Like غير، this is so different. هني احس بالميك اب، احس فيه، هني ما احس. يا بنات لنرجع لهالترند، الله يخليكم لنرجع ليز، لان ما اقدر اسوي شيء. وبشي خلصنا فيديو اليوم. خبروني اذا عيبكم هالسايد مال 2016 ولا هالسايد مال 2024. كتبولي رايكم تحت في الكومنت. ومره ثانيه لا تنسون تسوي سبسكرايب ولايك. I will see you next time.